نريد واحد نعطيه خبر. دخلنا ثاني يوم الصبح على قنوات هناك، كتبنا لكل القرايا وخبرناه شو صار مع الحامل والحامية راحت يعني، وانتوا لازم تحضروا. حضر كل القرى هناك، اجتمعنا في قنوات وقررنا قرار هناك ان نحن خلاص متفقين جماعة، غير هيك ما نتخلص من الفرنسا غدروا فينا جماعة. اي نعم، سمعت الدروز كلها في قنوات وانتقلنا. هذه القلعة حاصرناها اللي فيها تونو مارتينيز، قطعنا المي عنهم المدد وحاصرناها، بقيت محصورة هذه تركناها محصورة. انتقلنا من القنوات على مي اسمه قراصة، هذا قريب من طريق الشام برات القراية، اتخذنا مركز هناك نحن كل الجبل. هني اخذوا خبر الفرنسيين، اخذوا خبر بعثونا عبد الغفار الأطرش هذا من اللي قالوا بينهم ينصحونا ان نزيع عن الطريق. اجى عبد الغفار داش الأطرش قال الجماعة مع المعدات شي ما بتتقابل، هذا بيقابل بولاد وانا بعثوني مشان ينصحكم انكم تزيعوا عن طريقهم. اي نعم، قلنا له عن طريق المجزيحين وبدنا نعمل المعركة بين وبين شلون صار منها. اي نعم، بقى هن مشوا ثاني يوم مشوا علينا، نحن نطحنا تقدمنا لجسر بيطل جسر بصر، عملنا هناك معركة بيننا وبينهم أول يوم هذا ورجعنا. هن بقوا بأرضهم ونحن رجعنا تمركزنا بي على المية الخراسة. بعد بكرة بدري يطلعوا علينا بالليل. نحن جمعنا جموعنا كلها مع الطريق، قسمناها أخوال مشان بكرة نتحضر مشان المعركة بالليل هذا. الصبح نتقدموا علينا، تقدموا علينا، كانت الجرود كل الدروز متولفين، قابلناهم أنا كل هذاك النهار، انسحبنا قدامنا معهم قوة هالي 13,000 دبابات ومدافع وعارفين بطارية وطائرات وما أعرف إيش. شو السلاح اللي كان موجود معكم مباشرة في هذاك الوقت؟ ألماني، سلاح بسيط يعني ألماني ولا سلاح صغير، ما كان فيه شيء. لا أي نعم، وشوف عادي انسحبنا قدامهم نحن، هني كمان ظلوا توصلوا للمي المزرعة هذه ونزلوا هناك، نزلوا هناك. تالي النهار في منا قوة جيتهم في المؤخرة وغارت عليهم وأخذت منهم البخال وعارف إيش وذبحوا منهم من الجنود. أي نعم، بعثوا لنا خبر إنه المسألة هون تعدلت معنا. نحن جددنا عاد المفازيع على القراية وصبحناهم صبح عاد مع الشخر يا بقليلة طلوا شو علقنا فيهم بالسلاح الأبيض. السلاح الأبيض هيك لما طلعنا من حدود الجبل، لما وصلوا حدود حرة ورجعنا عنه. أي نعم، تتذكر عدد الضحايا تقريبا يا باشا منهم بهداك الوقت؟ بساعتها ما عرفنا، لكن هذول 13,000 القوة كلها 13,000 يعني نجا منها شي قليل. والضحايا بين دروز راح كثير؟ ايه راح يعني راح بيجي شي 150 ضحية من الدروز. طيب الناس يعني يمشوا عليهم بالسلاح بيديهم هيك. نحن نعرف يا باشا عم بيحكوا عن بطولات الدروز بهديك المعركة كيف كانوا يزتوا حالهم قدام الدبابات الفرنساوية. ايوه، اجى لعنا بعد المعركة هذه واحد صحافي، صحافي ألماني، قال بدي اتفرج على المعركة اللي صارت بينكم بين الفرنسيين. بعث معه خيالي يعني اخوي زيد، خبروا مع زيد وفرجي، اجوا على المكان اللي راحوا فيه المصفحات هذولي. قال كيف اخذوهم هذولي الدروز؟ شو بديهم؟ قالوا له كل 20 شاب يمسكوا بيدين بعضهم البعض ويهجموا عليهم، اللي يوقع منهم ما يطلعوا فيه تايسلوا يقلبوها ويعطوها النار، يقتلوا فيها ويعطوها النار. اخذوها في الطريقة هذه. قال شو هذا؟ قوة ألمانيا وتقدر تاخذ المصفحات اللي هذا. صحيح. اي نعم. باشا بنهاية هاللقاء الممتع والحلو بدنا نسألك بعض أسئلة خاصة. قديش عمرك بالذات باشا؟ اليوم؟ نعم. 80. العمر كله إن شاء الله. 80. طيب ممكن نعرف سر احتفاظك بهالنشاط الدايم؟ يعني لحد هلا هالعمر وبعدك محتفظ بكامل حيويتك ونشاطك.
في سر لهالشيء. مثل ما انت شايف يعني نحن تمرين عم نتمرن على الخيل ونروح ونيجي. ايوه وانا لا بشرب مشروبات ولا بيعمل شيء اللي بينكد على الصحه على جسمي. ولا بتدخن ابدا؟ ولا بدخن ابدا ولا دخن شيء لي. هالتمرين هذا فيش بقى انه بيفيد الصحه هذا. تمرينات يعني اكثر من هيك ما في. حركات رياضيه. حركات نروح ونيجي. كمان العربان بقوا يتعدوا على الرعيانة على القرايا على الحال نركب عليهم خيالي نغزيهم نقتلهم نذبحهم نعمل ايش اللي يعتدي. يعني دائما تمرين على ظهور الخيل. طيب في شي نوع اكل معين محافظ عليه انت ولا اي اكل؟ لا لا ابدا اي اكل ما في ابدا شيء. كل اكل نكله. طيب كيف بتقضي وقتك بهالايام؟ ممكن تعطينا فكره عن يوم في حياتك؟ نحن فلاحين يعني مزارعين. انا مزارع بنقضي يعني اشغالنا مع الفلاحين اشغالنا نشتغل اشغال هيك غير هيك ما بنشتغلها. هذا كله اهتمام في الارض مزارعين. طيب بعد هالعمر الطويل والجهاد الطويل شو امنيتك بالحياه؟ امنيتنا بالحياه يعني بدنا نقعد بدنا حلونا على التقاعد يعني نقعد نرتاح بعد الاعمال اللي قمنا فيها بدنا راحه. مجاهدين ما بيرتاحوا ما عادش في يعني جسم يتحمل اكثر من هيك اكثر ما مضى عليه. هذا اللي عم نفكر فيه. طيب رايك في هالحياه العائليه اللي عشتها انت؟ هالعائله اللي انت ربيتها وانشاتها، شو رايك فيها؟ عائلتنا؟ نعم. يعني احكي لك عن تاريخ حياتي والعائله؟ اي نعم العائله، العائله في بيتك انا. العائلة الطرشان يعني. الطرشان طلعوا من اليمن يوم الفيضان العرم بيقولوا فيضان العرم طشت القبائل هذه كلها هالأمراء. الطرشان خاصة اجوا على العراق قعدوا مدي بالعراق بعدين انتقلوا على حلب. حلب كمان ما بطول فيها كثير انتقلوا على لبنان. لبنان هالعوامل اللي جرت في لبنان هذه دعاتنا ننتقلوا على جبل الدردنش اسماعيل الأطرش يعني. نعم. هناك اسماعيل الأطرش رجل مشي طيب يعني مع كان محبوب في مسلكه بين العائلات. اي نعم. كانت الشيخة للحمدان في الجبل الدروز للحمدان كان الشيخ هناك. طلع اسماعيل الأطرش حبوه الدروز هناك تنقل من بعض القرى سلط عليه الحمدان شافوا انه رجل يعني عنده افكار طيبه والناس انضبت حوله انتقل وبعد عن الحمدان نزل في بلد اسمه القرية اللي موجوده له بلدنا يعني. هذه كانت البلاد كلها خراب نزل فيها هناك التفوا حول الدروز كمان صاروا يجي من كافة النواحي حتى اللي حول ابن الحمدان يتركوه يجي عن اسماعيل الأطرش. اسماعيل الأطرش شهر يعني في عمله في إقامته في بسالته في أين بقى. الطرشان يعني وظل كل العمل هذا وقت الحمدان ياخذ من القرى مثل يجبي منه مثل ضرائب ياخذ من كافة القرى. هوني لما أن اتفقوا مع اسماعيل الدرولي اللي نزلوا حوله قالوا نحن ما عاد بدنا نرد على الحمدان ما بدنا نرد عليه عاد يعني اجى بعد الظلم بدنا نبهدله ونقول له لا ما بدنا نعطيك شيء. في هناك محل اسمه العمد عندنا في القريه بقى يجي يحول عند العمد عندنا الرومانيات يطلب القرايه البلد وياخذ اللي بده اياه. مره من المرات اجى قالوا المره بدنا نبهدله ما عاد بدنا نعطي شيء. نحن هون شيخنا اسماعيل الأطرش اي نعم عملوا له منسف مثل العادي منسف زاد يعني جابوا عنز جربه قودوها لواحد خادم ورا المنسف قالوا له خذوا له هذا والحكى ما تقتلوا. اخذوا له هذا المكان ما هو قاعد حطوا المنسف قالوا شو هذا؟ قال هذا اللي بدنا نعطي شيء غيره ما في. ربطوا المنسف بهجره هذا وكبوا وركب وجاك فاله لعند وقت الحمدان. اي نعم بوقت عاد الاسماعيلي توي
شو يعني وازلوا الدروز وتفحوا له بيعوا بيعوا يعني اي نعم ومشوا على هالطريقة هذه. بقى اسماعيل الاطرش يوم من قام الدروز طردوا على واخد الحمدان ما عاد قبلوه قالوا انت رجال تصرف هذا كم تسوى نحن هذا الشيخ ان اسماعيل الاطرش وما بدنا اياك عاد انت ابدا شيء. من هذاك التاريخ هذا الطرشان قاموا وقفوا الموقف هذه واشتهروا وبعد لحد الان يعني تلاقي اغلب رجال راحوا تضحيه بسبيل الوطن سبيل المصلحه العامه. صحيح. اي نعم. باشا نحن طبعا متشكرين كثير على هالذكريات اللي خصيتنا فيها وعلى بعض صفحات من سجلاتك الطويله في هالجهاد الطويل. نتمنى لك دائما الصحه والعافيه وانك تستمر بهالقوه اللي انت موجود فيها هلا. نحن كثير متشكرينك على هالحديث اللي ازعجناك فيه وكان صدرك رحب كثير انك تحملت اسئلتنا. بارك الله فيك. الله يحفظك.